مرحبا متابعاتي، كيفكن؟ حبيت اليوم أورجيكم كيف أنا بعمل الكنافة. أول شي بجيب نص كيلو كنافة، أنا بجيبها من هذا النوع، بتجي كاملة، أنا بفرمها وبحطها. بعدين بكون مدوبة 250 جرام زبدة وبحط بقلبه اللون الأحمر وبخلطها. بعد ما فركت الزبدة مع ألوان الأكل اللي لونه أحمر، هيك بتصير تفركيها كتير منيح وبتفرفطيها بإيديكي الاثنين لحتى تاخد كلها لون متجانس. بعدين بنساوي القطر. القطر كاستين سكر، كاسة مي، وبتشعلي تحت المي وبتبلشي بتخلصي غلي المي والسكر، عصرة ليمون وعشرة ميلي مع زهر، وبخلطهم شوي. ليمون أساسي لحتى يمسك القطر، والماء زهر بيعطي طعمة كتير طيبة. حطيت 40 ميلي من القطر فوق الكنافة وتقريبا نص كاسة حليب، وبخلطهم كتير منيح. ولادي عم يلعبوا. بالنسبة للجبنة بجيب الموتزاريلا تازة، اللي هي الفريش موتزاريلا اللي ما بيكون فيها طبعا ملح، ما بتكون محلاية، بتكون فريش، وبستعمل واحدة من هدول. هي 2 باوند، يعني 1 كيلو نص كيلو لنص كيلو كنافة، فبستعمل واحدة بس. بعد ما بعجن الموتزاريلا بضيف شوي من القطر اللي فيه مع زهر، وبرجع بعجنهم مرة تانية. ضيف شوي مع زهر كمان، يعني بعيار تقريبا 10 ميلي، وشوفي كيف بخلطها، شلون القوام تبعها صارت. بتعجنيها بإيدك مثل ما بتعجني العجينة العادية. هلأ بنفرد الزبدة بقلب الصينية، وبعدين بنبلش بنحط الكنافة بالسماكة اللي بدنا إياها ومنبلش نكبسها. حطيت أول طبقة، بلش بكبس. بدك تكبسيها كتير منيح، كتير كتير منيح. بترجعي بتحطي الطبقات اللي بعدها، وبتتركي بس شوي من الكنافة لآخر طبقة. بقي هدول من الكنافة، وهدول كبستهم كتير كتير منيح. هلأ أنا بخلي جوزي يكبسهم بإيده، أو بخليه هو يكبسهم هيك لحتى تتكبس كتير منيح مع تفرط. والخطوة اللي بعدها بدنا نحط الجبنة. هلأ ليكي كيف حطيت الجبنة ببعيدة تقريبا إصبعين، لحتى وقت بدك تحطيها بالفرن ما تسيخ وتطلع لبرا، هيك بتسيخ وبتفرفد على الجبنة. هلأ الخطوة اللي بعدها بنحط باقي الكنافة فوق الجبنة ومنكبسها كمان شوي مكتير ومنحطها بالفرن. هلأ هيك بحط الصينية بالفرن بعد ما أنا حطيت الكنافة فوق الجبنة، كبستها كتير منيح على درجة مئوية، 190 درجة مئوية أو 375. بضلني بقلبها، ببرمها شوي شوي شوي، يعني كل شوي كل 10 دقائق ربع ساعة ببرمها لحتى تستوي من كل أطرافها. وبلاقيكم بالمرحلة اللي بعدها. هلأ خلصت الكنافة، شوفوا كيف على الأطراف من هون شوي مغمقة أكثر، ومن هون تحسوها شوي مقرمشة. هلأ بنحطها عليها، بنقلبها وبنحط عليها القطر. يا سلام، شوفوا كيف منظرها شو حلو بعد ما قلبتها هيك. كيف سماكتها تقريبا إصبعين. هلأ بنحط القطر فوقها مباشرة، بيكون القطر دافي شوي، وبنفرده بالمعلقة. هلأ أنا ما بكتر كتير قطر على وجهها لحتى اللي بده بيزيد. شو
تمام؟ يكون كتير ولا شوي؟ إن شاء الله صحة.